وبنكمل معاشتي معيات الصف السادس. وصلنا إلى محافظة كركوك. عندنا الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك. الموقع الجغرافي أشرنا له فيما سبق أنه هو هذا التعديل، وكنجا وزاري 2017 الدور الثاني، لا في التمهيد عفوا. يقول يتميز الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك بأهمية كبيرة هذا التعليل، الجواب لكونه يمثل الجسر الرابط بين محافظات شمال العراق من جهة وبين محافظات وسطه وجنوبه من جهة أخرى. موضع محافظة كركوك هذا موقعها هي وحتمثل الجسر الرابط ما بين المحافظات الشمالية ومحافظات الوسط والجنوبية. فهذا وزاري 2017 تمهيدي. إذا عدنا يتميز الموقع الجغرافي لمحافظة كركوك، أعطيتكم وأيضا كنت جاب الامتحان عدة مرات بأهمية كبيرة لكونه يمثل جسر الرابط ما بين المحافظات الشمالية والوسط من جهة والوسط والجنوب من جهة أخرى. زين، نأتي إلى تضاريسها. هي تعتبر منطقة انتقالية، أخذنا محافظة دهوك ومحافظة أربيل ومحافظة السليمانية، هي عبارة عن جبال وسهول. هون منطقة انتقالية ما بين المنطقة المتموجة ومنطقة السهل الرسوبي، فلهذا وحيكون قسم منا منطقة متموجة وقسم منا هضاب وسهول. فتنوعت ما بين التلال، تعدنا أهم المظاهر، عندنا تلال حمرين إذا تتذكرون، أيضا تلال حمرين. عارف تلال حمرين هي تلال توجد في الأقسام الجنوبية الغربية من محافظة كركوك ومؤشر عدكم. معدل ارتفاع حوالي 350 متر، عرض يتراوح ما بين 5 إلى 12 متر. وأيضا عندنا تلال نفط دا وكاني دوميلان، هذه كاني دوميلان أو نفط دا أو تلال حمرين هي نفس التعريف. الهضاب تتركز في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، أهمها هضبة كركوك، تراه معدل ارتفاعها ما بين 200 إلى 300. أيضا أعطيناكم هي على شكل تعريف، قلنا هي تعريف. ما هي تعريف هضبة كركوك؟ هي توجد في الأقسام الشمالية الشرقية من المحافظة، يتراوح معدل ارتفاعها ما بين 200 إلى 300. السهول تتركز في معظم أقسام سطح المحافظة ورجعت سببت كلية الرسوبات، حملتها الأنهار منها سهل حمرين وسهل الحويجة. مناخ اللي عندنا في محافظة كركوك ضمن مناخ السهوب، وعطيناكم تعريف مناخ السهوب هو هوني. عندنا هو مناخ انتقالي بين البحر المتوسط والمناخ شبه الصحراوي، يسمى هذا الاسم نسبة إلى نباتات السهوب. أعطيناكم هو تعريف وجبتون نص السنة إذا تتذكرون. فمناخ كركوك هو مناخ السهوب، فهو مناخ انتقالي ما بين البحر المتوسط الذي يتركز في الأقسام الشمالية من المحافظة بين شبه الصحراوي في الجنوب. لذلك تتميز محافظة باعتداء درجات حرارة في الأقسام الشمالية، وحتاخذ طبيعة البحر مناخ البحر المتوسط في الأقسام الشمالية، فيما تتميز الأقسام الجنوبية بارتفاع درجات الحرارة وحتاخذ شبه الصحراوي. فمناخ كركوك مناخه سهوب. السهوب شنو هي؟ هو مناخ انتقالي ما بين البحر المتوسط والمناخ شبه الصحراوي، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى نباتات السهوب التي تسوب المنطقة. عندنا فيما سبق أخذنا الموارد المائية، الزاب الصغير أخذنا أنه في محافظات السابقة، فهو نفسه يعني ما يتغير تعريفه. أيضا عندنا العظيم، أخذنا العظيم أيضا تعريفه. عندنا مياه العيون والينابيع، عندنا هنا عندنا تنبع هذه المياه من سفوح الجبال المرتفعات، يعتمد توزيعها الجغرافي على كمية الأمطار الساقعة، تزداد بزيادة كمياتها وتركز مناطق العيون والينابيع في أغلب أقسام المحافظة. مشاريع السيطرة والخزن أيضا توجد في وين؟ في مثل سد الدبس ومشروع ري الحويجة على الزاب الصغير. عندنا سد دبس ومشروع ري الحويجة على الزاب الصغير. أيضا عندنا تحظى سبق ومبين موقع محافظة كركوك أهمية كبيرة، لذا فإنها تعد حلقة الوصل بين مدن الشمال والجنوب. فهو نفس الحالة، نفس التعريف ونفس التعليل اللي عندنا. هاي شبكة من الطرق الداخلية وغيرها. عندنا الزراعة أيضا تعفوه، هوني أشي اللي واحد يتغير محاصيل زراعية، القمح والشعير أخذنا القمح والشعير من محافظة نينوى.
تحت الزراعة المراتب الأولى، أيضا زهرة الشمس، الذرة والقطن. إذا تجون ترشعون أغلب الزراعات من بداية الكتاب إلى من بداية أول محافظة، نهاية المحافظة هي الذرة، القطن، زهرة الشمس، والقمح والشعير اللي تتميز بها نينوى وكركوك. فضلا عن المراعي الطبيعية، العديد منها أنواع اللي يربون العديد من أنواع الحيوانات. الصناعة والثروة الحيوانية، تشتهر محافظة كروب العديد من الصناعات، أهمها صناعات إنشائية كالسمنت والصناعات الغذائية والاستخراجية. الصناعات الاستخراجية جت على شكل تعريف وزاري، وأشرت لكم عليها أيضا وكتبت لكم هياني الصناعات الاستخراجية تعريف، وحكتب علينا وزاري حتى لا تستهينون بالتعريف. يعتمد على استخراج النفط والكبريت والفحم من باطن الأرض. إذا بما أنه هي صناعات استخراجية، هي الصناعات التي تعتمد على استخراج النفط والكبريت والفحم من باطن الأرض، استخدام النفط والكبريت والفحم من باطن الأرض. فما هي الصناعات الاستخراجية؟ كنجا وزاري أعتقد سنة 2017 أو 2018، خايب بس أتأكد وأقول لكم. الصناعات الاستخراجية هي من الصناعات اللي تعتمد على استخراج النفط والكبريت والفحم من باطن الأرض، وكنت جبت لكم أيضا بالامتحان. تعد محافظة كركوك واحدة من المحافظات تشتهر بها حقول النفط. هاي حقول النفط من الصف الخامس أخذتها، وكنت جيت على شكل هون عندنا بابا قرقر، جمبور، باي حسن، إذا تتذكرون بصف الخامس أخذناها. بفضل عن تواجد حقول الغاز الطبيعي والكبريت، هون يختار الجواب جت 2017، وجدت على شكل فراغات دور أول، جيت على شكل فراغات 2018 دور أول، وجدت 2018 تمهيدي، وجدت على شكل فراغات 2019 دور ثاني. فعدكم من حقول ممكن يعني مثلا اختار الجواب الصحيح. من حقول النفط في محافظة أو حقول عندنا النفط بابا قرقر، جنبور، باي حسن، هي أحدى حقول النفط لمحافظ مثلا كركوك أو صلاح الدين. لا طبعا هذه كركوك. فراغات ممكن تقول من حقول النفط حقول النفط لمحافظ كركوك، إيش فراغ وفراغ، وتكون فراغات أو صح أو خطأ. فهذه وزاري حقول النفط في محافظ كركوك، بابا قرقر، جنبور، وعين، باي حسن. والصناعات الاستخراجية هم لا ننساها. زين، عندنا الآن اسم كركوك مشتق من كلمة قرقر أخذناها، وتعني شعلة النار ملتهبة، هذه فراغ. هذه فراغ وهذه فراغ. وقد عثر على العديد من المعابد والقصور والنصوص. أهم ما يميز كركوك هي القلعة الشاخصة التي تضم بين ثناياها معالم المنطقة القديمة كموقع جرمو وسوق كركوك الذي يقع جانب القلعة، وكانت لواء. وهذه عندنا كركوك. عندكم سؤال هون يقول عدد أقسام سطح محافظة كركوك. فممكن نرجع السؤال، احتمال يجي سؤال هكذا عندكم بالوزاري. فعندكم تلال وهضاب وسهول، حتى لا تنسون تلال حمرين هضبة كركوك عندنا، والسهول سهل الحمرين وسهل حويجة. هوني فراغات هم لا ننسى، هوني هم فراغات، هوني هضبة كركوك تعريف، والتلال حتى يظل ببالنا انه تلال عندنا في كركوك، تلال وهضاب وسهول. نجي على اخر محافظة لهذا اليوم اللي هي صلاح الدين. تتميز محافظة صلاح الدين بتعدد المحافظات اللي تجاورها. إذا تشعون موقعها هي تقريبا بالوسط، ومحافظات عديدة تجاورها. هون عندنا منطقتها تتكون من منطقتين، المنطقة المتموجة هي موقعها بالمنطقة المتموجة، والمنطقة هضبة الجزيرة. هضبة الجزيرة جت تعريف سنة 2017 تعريف. المنطقة المتموجة تقع على المنطقة في الأقسام طبعا الشمالية، هاي واحد تكون في الأقسام الشمالية، وتعد تضاريسها امتداد لتضاريس المنطقة المتموجة الموجودة في تلال حمرين ومكحول. هضبة الجزيرة تقع هذه المنطقة في الأقسام الغربية، يعني هون في الأقسام الغربية من المحافظة، تمتد بين تلال حمرين ووادي الثرثار. هون يعني تلال حمرين وهذا وادي الثرثار، ويتميز سطحها بالتموج البسيط. فهذا تعريف كنت جبت لكم أيضا، فهذا وزاري 2017، وزاري 2017. إذا عندكم هضبة الجزيرة وزاري 2017.
عرف الهضبة الجزيرة تقع في الأقسام الغربية من المحاط تمتد بين تلال الحمرين ووادي الثرثار، وتتميز بالتموج البسيط في معظم الأجزاء. نجي على المناخ، قلنا أخذنا مناخ أدهوك وأربيل وسليمانية بحر المتوسط، وأخذنا نينوى شمال بحر المتوسط، والجنوب كان السهوب، وعندنا كركوك أخذناها أيضا سهوب. عندنا هوني تقع محافظة صلاح الدين بقي أقسام مناطق ضمن المنطقة شبه المدارية الحارة، الأمر الذي ينعكس على تحديد صفة مناخ السائل وتمثل بالمناخ شبه الصحراوي. يعني راح نجي على مناخ شبه الصحراوي. قبل ما أجي عليها عندي السهل الرسوبي يحتل الأقسام الجنوبية والجنوبية الغربية من المحافظة، يعرب عليه صفة الانبساط. المناخ عندنا شبه صحراوي، وحيبدي شبه الصحراوي يتميز بشتاء ممطر وصيف حار جاف، أما من حيث كمية الأمطار تبان في كمياتها. زين، عندنا أيضا الموارد المائية، اعتماد محافظة صلاح الدين على الموارد المائية اللي هي نهر دجلة ونهر العظيم. نهر دجلة تعرفون تعريفون، نهر العظيم أيضا تعرفون أخذناه فيما سبق. هون يجري في الأقسام الشرقية من المحافظة ضمن قضاء طوس خرماتو. المشاريع الإروائية منخفض الثرثار كان أشرنا لكم عليه، واللي هو عرفناه أنه هو أكبر مشاريع، هو يقع في الأقسام الجنوبية بين محافظتي صلاح الدين والأنبار. بين صلاح الدين هي يعني منخفض الثرثار بين صلاح الدين والأنبار. زين، عندنا من مشاريع السيطرة والخزن سد سامراء، إذا لا تنسون، حتى أيضا هذا أخذناه تعريف ومهم، يقع على نهر دجلة. يعد من أهم تلك يقوم تحويل قسم من مياه نهر دجلة إلى منخفض الثرثار للاستفادة في خزن المياه وتغذية نهر الفرات عن طريق خلال فصل الصيف عن طريق قناة الثرثار. يعني سد سامراء هو واقع على نهر دجلة، وحيحول قسم من نهر دجلة إلى منخفض الثرثار، ليش؟ للاستفادة له في خزن المياه وتغذية نهر الفرات عن طريق قناة الثرثار، وحيغذي أيضا نهر الفرات، فقسم من نهر دجلة إلى منخفض الثرثار. عندنا الزراعة نفس الحالة، هوني دحقول حبوب القمح الشعير أيضا قطن زهرة الشمس نفس العديد منها. الصناعة ولا سيما صناعات الغذائية والصناعات الدوائية، مصنع سامراء لأدوية العقاقير، أيضا عندنا تضم أكبر مصفى للنفط في بيجي.